عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه بيان فضل التوحيد، وهذا يدل على أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد. الفائدة الثانية أن على الداعية أن يبدأ بالأهم فالذي يليه، فإذا دعوت إنسانا قد ترك الصلاة وهو يشرب الدخان فلا تبدأ معه بإنكار شرب الدخان، وإنما تبدأ معه بالأهم وهو الأمر بإقامة الصلاة، وعلى هذا فقس. الفائدة الثالثة بيان كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجهل عن معاذ رضي الله عنه، إذ نصحه بأن تكون بداية الدعوة الدعوة إلى التوحيد، ففي هذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. من هذه الرواية نستفيد فائدة، وهي أن التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن العبادة هي التوحيد، وأنها شهادة أن لا إله إلا الله. ولذا مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. فقال: كل عبادة في القرآن فإنما المراد منها هو التوحيد، فدل على أن الرسل ما أرسلت والكتب ما أنزلت إلا من أجل توحيد العبادة. وجاء في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فدل على أن العبادة والشهادة والتوحيد كلها متلازمة، وأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وأن التوحيد هو الشهادة، وأن الشهادة هي العبادة، وأن العبادة هي التوحيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال: فإنهم أطاعوك لذلك. هذا يفيد أن الأعمال كلها لا فائدة منها إذا لم يؤت بالتوحيد، فدل على أن التوحيد هو الأصل والأساس، فإذا أتي به قبلت الأعمال، وإن لم يؤت به فلا تقبل الأعمال. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويستفاد من ذلك عظم الصلاة، وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة المراد منها هنا الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، إذ يطلق على الزكاة الواجبة الصدقة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله صدقة يستفاد منها أن الزكاة أفضل الأركان بعد الشهادتين والصلاة، لأنه بدأ بالأهم فالأهم، كيف وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، على التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، بل ذكرت الزكاة فيما يقارب من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم،
هذه الجملة تابعة للزكاة، قال وإياك وكرائم أموالهم. يستفاد من هذه الجملة أن الزكاة تدفع لولي الأمر، وأن المزكي متى ما دفعها إلى ولي الأمر فإن ذمته تبرأ، حتى لو شك في صرفها منهم للفقراء وطلبوها فيدفعها إليهم وتبرأ ذمتهم. قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنهم ليأخذونها ويشربون بها الخمر ويأكلون بها الخنزير، فقال ادفعها إليهم. ويستفاد من هذه الجملة التحذير من ظلم الغني، فلا يجوز للساعي أن يظلم الغني، وذلك بأن يأخذ الكريمة من ماله. والكريمة إما أن تكون كريمة بغزارة لبن أو وفرة صوف أو حسن صورة. من الفوائد أنه كما يحرم على الساعي أن يأخذ النفيسة من أموال الغني، كذلك يحرم على الغني أن يدفع الرديئة. قال عليه الصلاة والسلام ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. ومن الفوائد أن كلمة إياك أداة تحذير، كما يقال إياك والظلمة، إياك وترك الصلاة، فمعنى إياك يعني احذروا أو احذر. ثم قال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم. استفاد من هذا أن جملة إياك وكرائم أموالهم ظلم فيما يتعلق بالزكاة، فجاءت هذه الجملة تعمم تحريم الظلم. قال واتق دعوة المظلوم، سواء كان في مال أو في عرض أو في غير ذلك، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، وفي رواية حتى ولو كان كافرا فكفره على نفسه. وجاء عند ابن ماجه وكذلك في مسند الإمام أحمد أنها ترفع فوق الغمام، فيقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعدك. بعض العلماء حسنها بكثرة شواهدها، وبعض العلماء يضعفها كالألباني رحمه الله.